أيضا مرحبا بالتلاميذ الثانية بكالوريا في الحلقة الثانية من حلقات لي بريميتيف أو لا الدول الأصلية. بالنسبة لهذا الطابلو اللي قدامنا غادي نستعملو به بزاف باش نخدمو باش نلقاو لي بريميتيف ديال لي فونكسيون. جوست لو سونس اللي كيتبدل باش كنا شفنا لي ديريفي فاش كنا شفنا لي ديريفي يعني كانت كتعطيني وحده من هاد العلاقه وحده من هاد لي فونكسيون وكنحسب لي ديريفي وكنمشي في هاد لو سونس هكا كنكون حسبت الديريفي ديال هاد لا فونكسيون اللي تعطات ليا. اما بالنسبه لي بريميتيف يعني كنولي كنمشي في لو سونس الاخر يعني كتعطيني هاد لي فونكسيون وكنمشي في هاد لو سونس وكنولي لقيت لي بريميتيف. دونك لي فونكسيون اللي عندي في السطر التحتاني اللي بالزرق كيتسموا لي ديريفي ديال غران اف ديال اف ماجيسكول و اف ماجيسكول كتسمى بلا بريميتيف ديال اف مينيسكول. دونك غادي نشوفوا ليكزامبل الاول غادي يكون بسيط نحاولوا نجبدوا لا بريميتيف ديال هاد لا فونكسيون بالاستعانه بهاد الطابلو هذا. بالنسبه للفونكسيون الاولى كنلاحظوا انها كتكون من دو بلوك. البلوك الاولاني في ان سور اكس والبلوك الثاني عندي في اكس كيف ما كنشوفوا قدامنا. البلوك الاول هو في ان سور اكس والبلوك الثاني في اكس. اذا باش نلقى لا بريميتيف ديال هاد لا فونكسيون او الداله الاصليه خاصني نلقى لا بريميتيف ديال ان سور اكس هي الاولى ونلقى لا بريميتيف ديال اكس ومن بعد كنجمعهم. دونك لا بريميتيف ديال ان سور اكس كنا ديجا شفنا لا فونكسيون ال ان ولا فونكسيون ال ان هي الفونكسيون اللي جديده على الثانيه على الثانيه بكالوريا علميين اول مره كيقراوها هذا العام. وكنا قلنا في الدروس بان الديريفي ديال ال ان دو اكس ايغال ان سور اكس. واذا هنا غادي نقول البرويليون عندي البريميتيف ديال ان سير اكس هي ال ان دو اكس. بطبيعة الحال هنا خاص اكس يكون بوزيتيف. وبالنسبة للبريميتيف ديال اكس ديال اكس البريميتيف ديال اكس كيف ما شفنا في الفيديو الاول يعني كنشوف الاس عندي هو واحد يعني كنزيد واحد وكنقسم عليه دونك كتولي عندي اكس او كاري سير اي سير دو. هادي هي لا بريميتيف ديال اكس. واذا لا بريميتيف ديال هاد لا فونكسيون غادي نجمع. اذا غادي نكتب اف دو اكس ايغال بريميتيف ديال ال ان دو اكس قلنا هي ال ان كيف ما قلنا خاص اكس يكون بوزيتيف يعني هنا كندير واحد لا فالور اوبتوري حيت مجموع التعريف ديال هادي راه عندي هي ار نحيد لنا غير زيرو يعني في هاد الحاله هادي راه ممكن يكون عندي اكس نيجاتيف ولكن هنا كتكون عندي ال ان دو اكس وبوزيتيف يعني هادشي باش كنديرو لا فالور اوبتوري داخل بلوس والبريميتيف عندي ديال اكس قلنا هي اكس كاري سير دو بلوس واحد لا كونستانت تو سامبلومون. دابا هادي هي لا بريميتيف ديالي ديال هاد لا فونكسيون. دونك ندوزو للمثال اللي مورا واذا ندوزو للدالة الموالية. الدالة الموالية اللي عندنا اف دو اكس ايغال اكس كاري على او عفوا اكس على اكس كاري بلس ان كيف ما كنشوفو. هادي غادي نحاولو نديرو نقلبو على لا بريميتيف ديالها. اذا هنا اول كاستيون كنطرح كنشوف هاد العلاقات اللي عندي هنايا بالزرق يعني في السطر التحتاني. دابا انا هاد لا فونكسيون اللي عندي خاصني نكتبها على وحده من هاد الشكل باش نلقى لا بريميتيف ديالها وهي وحده من هادو اللي عندي الفوق يعني اللي بالاحمر. دونك اول ملاحظه كنلاحظ هو ان هاد الفونكسيون اللي عندي فيها بسط ومقام
دونك شكون هما لي فونكسيون هنا اللي عندي فيهم بسط ومقام؟ دونك كاينه هذه وعندي هذه ألان دو إكس وعندي واحد على إف، دونك عندي ثلاثة. يعني دابا شوف كيفاش اختصرت وحيدت الإكسبونونسيال وحيدت إف على بويسونس إن، دونك ولاو عندي ثلاثة. من بعد كنعاود نشوف واش هاد لا فونكسيون هادي عندي فيها شي راسين، بويسكو ما عنديش فيها راسين دونك حتى هادي غادي تإليمينو. يعني حتى هاد لا فونكسيون اللي عندي فيها لا راسين حتى هي غادي تإليمينو. شنو بقى ليا؟ بقى ليا إما ال إن إما واحد على إف. بالنسبة لواحد على إف ما غاديش تخدم ليا أنا، علاش؟ حيت شنو عندي خاص واحد على إف؟ خاص تكون باينة عندي إف أوكاري. حنا عند لا فونكسيون اللي عندي هنا في المقام ما فيهاش أوكاري، ما فيهاش، يعني ما عنديش إكس على إكس أوكاري كلشي أوكاري باش نقدر نقول أن هادي أن إكس بلس أن إكس أوكاري بلس أن هي لا فونكسيون ديالي. لا، عندي إكس على إكس أوكاري بلس أن. دونك العلاقة اللي كونفونابل باش نخدم بها هاد الفونكسيون اللي عندي باش نلقى البريميتيف ديال هاد الفونكسيون اللي عندي هي ln دو اف. واذا غادي نحاول ما امكن نكتبها على هاد الشكل. اذا شنو عندي؟ عندي اكس، هذا برويون ديالي، عندي اكس على اكس او كاري بلس 1 ايكال. دابا المطلوب مني هو انني خاصني نبين اف ونبين اف بريم. اف هو هاد الشيء كامل اللي عندي انا في المقام، يعني هي اكس او كاري بلس 1. دونك اف بريم خاصها تبان عندي في البسط. دابا لا ديريفي دي اكس او كاري بلس 1، اكس او كاري بلس 1 ديريفي ديال هادي شحال هي؟ هي 2 اكس. دونك انا في البسط خاص تبان عندي 2 اكس، وانا باينه عندي اكس، اكس كاينه. اذا شنو غنكتب في هاد الحاله هادي باش نبين انا 2 اكس؟ غادي نكتب دونك المقام ما غنبدلوش، يعني x او كاري بلس 1 هي الفونكسيون ديالي، والفوق خاصني نبين 2x، يعني غادي نضرب في 2 ونقسم على 2، يعني غنضرب في 1 على 2. دابا هنا غتولي عندي ليكواسيون موازنه، يعني ضربت في 2 وقسمت على 2، يعني هاد x على x او كاري بلس 1 هي الفونكسيون ديالي، راه ما بدلتهاش، باقا عندي كيف ما هي. وبالتالي ايكال ديك ان دومي ما غنقيسهاش، يعني هي خليتها. دابا هاد 2 اكس اللي عندي في البسط، هاد 2 اكس راه هي لا ديريفي ديال من ديال اكس او كاري بلس 1، يعني غندير مضروبه اكس او كاري بلس 1 بريم على اكس او كاري بلس 1. دابا هادي راه هي اف دو اكس ديالي، راه ما بدلت فيها والو. ها انت نعاود نفيريفي، ديريفي ديال اكس او كاري هي 2x، والديريفي ديال 1 هي 0. 2x هاد 2 اللي غتبقى عندي في البسط مع 1 على 2 كنقدر نختزل، غتبقى عندي x على x او كاري بلس 1. دونك ما درت والو. يعني دابا شوف هاد لا فونكسيون اللي تعطاتني في ليكزيرسيس انا كتبتها على هاد الشكل. دونك غادي نجي هنا وغادي نكتب هاد لا فونكسيون ايكال ان دومي مضروبة في اكس او كاري بلس ان بريم كلشي على اكس او كاري بلس ان. تفاهمنا؟ دابا انا هاد لافونكسيون ديالي انا كتبتها على هاد العلاقة الثالثة، يعني ها هي اف بريم على اف، دونك اكس او كاري بلس 1 بريم على اكس او كاري بلس 1. دابا شنو هي لا بريميتيف ديال اف بريم على اف؟ قلنا هي ال ان دو اف، و اف ديالنا حنا هي اكس او كاري بلس 1. وبالتالي دابا لا فونكسيون اللي غتولي عندي اف دو اكس، يعني لا بريميتيف شنو هي؟ هي 1 على 2 ال ان اكس او كاري بلس 1 بلس واحد لا كونستانت. فوالا، الى لاحظتوا في المثال اللي فات بالنسبه ل ان دو اكس درنا واحد لا فالور ابسولو، علاش؟ حيت داك اكس راه بوسيبل يكون نيجاتيف، حنا درنا لي لا فالور ابسولو باش نهربوا من داك المشكل ديال راه نيجاتيف. اما بالنسبه لهنا عندنا اكس او كاري بلس 1 هذه راه دائما بوزيتيف، اذا راه نكتب 1 على 2 الان دي اكس او كاري بلس 1. دونك هذه هي لا بريميتيف ديالي بالنسبه لهذا المثال.
نرى المثال الموالي. بالنسبة لهذا المثال الموالي عندنا f دو x ايكال 2x بلس 1 على x كاري بلس x بلس 1 لو تو كاري. نفس الطريقة، يعني كي خاصني نشوف اين علاقة اللي ممكن نقدر نكتب اللي نقدر نكتب عليها f دو x. هنا كنشوف هاد f دو x ديالي كيف ما قلنا فيها بسط ومقام، دونك كتكون واحدة من هاد الثلاثة، يعني اما هادي او لا ديال الان او لا ديال موان اف بريم سو اف او كاري. هنا ما عنديش الجذر، دونك القضية ديال الجذر غادي تانيولا. بالنسبة لان دو اف، الان دو اف كيفاش كتكتب؟ كتكتب على شكل اف بريم على اف. انا اف ديالي اللي غتكون هنا غتكون هي اللي عندي في المقام، حيت هي اف عندي في المقام، دونك لا فونكسيون ديالي اللي عندي في المقام يعني هاد اكس اكس او كاري بلس اكس بلس 1 لو تو كاري. دابا هادي هي الفونكسيون اللي عندي انا في المقام. بالنسبه للان خاصني شنو خاص يكون يبين عندي في البسط؟ خاص تكون باينه عندي اف بريم، دونك الديريفي ديال هاد لا فونكسيون. الا بغيت نحسب انا الديريفي ديال هاد لا فونكسيون شنو كتعطيني؟ كتعطيني جوج فاكتور اكس او كاري بلس اكس بلس 1 عاد مضروبه في الديريفي ديالها، اذا عمرها ما غتعطيني هاد 2 اكس بلس 1، دونك حتى هادي ما خداماش ما خداماش. علاش قلنا ما خداماش؟ حيت لا ديريفي ديال هاد لا فونكسيون كلها اللي عندي في المقام الا درت ليها الديريفي ما تعطينيش هادي اللي في البسط، دونك حتى ديال الان غادي نحيدوها. شنو بقات لنا؟ بقات لنا ديال 1 على اف. 1 على اف ديريفي ديال 1 على اف كيف ما كنشوفوا هنا هي ناقص اف بريم على اف او كاري. دابا هنا اف ديالي غتولي غير هادي اللي لداخل بلا الكاري، علاش؟ حيت هاد او كاري اللي عندي هنا راه ديجا كاين في العلاقه، يعني ها هي ناقص اف بريم على اف او كاري. اذا انا اف ديالي غتكون هي هادي اللي عندي لداخل، يعني اللي هي اكس او كاري زائد اكس زائد 1. دابا الى حسبت الديريفي ديال اكس او كاري زائد اكس زائد 1، حسبت هادي الديريفي ديالها شحال غتعطيني؟ الديريفي ديال اكس غتعطيني 2 اكس، والديريفي ديال الديريفي ديال اكس او كاري غتعطيني 2 اكس، والديريفي ديال اكس غتعطيني 1، دونك بلس 1. دابا هنا كما كنلاحظوا الديريفي ديال اكس او كاري بلس اكس بلس 1 هي 2 اكس بلس 1 وهي اللي عندي هنا في البسط. اذا هنا شنو غادي نقدر ندير؟ غادي نقدر نقول هاد 2 اكس بلس 1 على اكس او كاري بلس اكس بلس 1 ايكال. دابا راه حسبنا حنا الديريفي ديالها، غادي نكتب اكس او كاري بلس اكس بلس 1 لو تو كاري، وهاد 2 اكس بلس 1 شنو هي؟ راه هي لا ديريفي ديال اكس او كاري بلس اكس بلس 1، وغنكتب بريم. علاش؟ حيت لا درت الديريفي ديال اكس او كاري غتعطيني 2 اكس، والديريفي ديال اكس غتعطيني 1، والديريفي ديال 1 0. اذا دابا انا كتبت هاد لا فورم ديال هاد اف دو اكس اللي عندي كتبتها على هاد لا فورم ديال 1 على اف. اذا غادي ندير تساوي، دابا هنا غادي نجي البرويوم ديالي، قلنا تساوي ديك 2 اكس بلس 1 غادي نعوضها اكس كاري بلس اكس بلس 1 بريم لو تو على اكس او كاري بلس اكس بلس 1 لو تو او كاري. دابا فهاد الساعة ما درت والو، يعني غير كتبت هاد اف دو اكس ديالي كتبتها على هاد لا فورم ديال ناقص اف بريم على اف او كاري، ولكن داك الناقص باقي ما بانش، الناقص خصني نبينها، يعني خصني نكتبها على هاد لا فورم كيما هي. يعني عندي ناقص اف بريم على اف او كاري خاصني نكتبها على هاد لا فورم. اف او كاري عندي هي اكس او كاري بلس 1 بلس 1 اكس او كاري بلس اكس بلس 1 لو تو او كاري، هادي هي اف او كاري. وبالنسبه لاف بريم خاصني نفس لا فونكسيون تكون عندي بريم الفوق. دابا بقات لي هاد لو موان، لو موان غادي نحط هنا ناقص، يعني بحال غنضرب في ناقص ونضرب في ناقص واحد اخرى، يعني جوج ديال الناقصات باش نبين هاد لا فورم. يعني هاي دابا هادي بينتها.
واذا دابا هذه كلها غادي نجمعها انا بالاحمر، هذه كلها كتبتها على هذا الشكل، يعني ناقص اف بريم على اف او كاري، وهنا عندي ناقص وعندي ناقص، فهمنا؟ دابا لا بريميتيف ديال هاد لا فونكسيون، لا بريميتيف ديال هاد العلاقة هادي، لا بريميتيف ديالها قلنا شنو هي؟ هي واحد على اف كيف ما عندنا في العلاقة. دونك حتى لا بريميتيف ديال هادي غتكون هي واحد على اف، و اف ديالك دابا انت هي اكس او كاري بلوس اكس بلوس 1، اذا كلشي داكشي غادي يتجمع، غتولي عندي اف دو اكس ايكال ناقص هادي اللي حطينا في الاول، وغنكتب واحد على اف او كاري، و اف ديالي هي اكس او كاري بلوس اكس بلوس 1، اذا اكس او كاري بلوس اكس بلوس 1، فوالا بحال هكا بلوس واحد لا كونستونت سي. كيف ما قلنا هنا البريميتيف ديال ناقص اف بريم على اف او كاري هي واحد على اف، وانت اف ديالنا هنا اللي كنا خدامين عليها دابا هي اكس او كاري بلوس اكس بلوس 1، هادي هي لا فونكسيون ديالك. والى هنا غادي نسالي هذا الفيديو ديالنا ديال اليوم، وغادي نعاودو نديرو فيديو اخر نكملو فيه بعض لي بريميتيف توما نحسبهم باش نضبطوهم مزيان، وان شاء الله الرحمن الرحيم ندوزو لي زانتيغرال. السلام عليكم.